أما بعد فيا معاشر عمار بيت الله، حينما يسكت المجتمع المسلم، عندما يموت ضمير المجتمع الإيماني الرقيب الذي يحول دون تغول الفواحش وأهلها، حينما لا يتحرك للنكير على مثل هذه المنكرات، هو أبداً هو أيضاً يفقد المعافاة والعافية، ويفقد هيبته ويفقد حرمته. ومن يهن الله فما له من مكرم. أصبح بش المجتمع عرضة لكي يمتهن. إذا سمحنا بامتهان كرامة فتاة مسلمة ورضينا، ستمتهن كرامة أمة بأكملها ارتضت لعرض من أعراضها أن ينتهك. فالجزاء من صنف العمل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالحرمة والهيبة للمجتمع إنما يكتسبها بقدر ما يعظم من حرمات دينه. سنتطرق إلى كيفية تعامل بعض من يتجرأ على المعاصي مع مجتمعنا. كيف تجد إنسانا يهين مجتمعا بأكمله وما يديها جيدا؟ لا إله إلا الله. أما الحدث الأول في هولندا، ولمزيد استفزاز المسلمين في دينهم، ما بقطع الحرمة، أنا غير هولندي، أنا غير هولندي، أخرج إلى الوجود فيلما إباحي بورنوغرافي. تعرفوا اسم البورنوغرافي؟ تاع الجنس. يا الله، بطلاته مجموعة من الشابات المغربيات. هذا هولندي الدنة المغربيات. احنا السوق نتاعنا سوق رائجة، لكن فاش في بيع الرقيق الأبيض، في بيع النخاسة. يقولها الإنسان وهو يتألم. ممثلات مغربيات جميلة، هكذا اسمها، ومري لهم الباسبور، يعني في الغرب مري الباسبور خضر والنمر تاع الباسبور، يعني باش يكون متاكد ان مغربي ومن المملكه المغربيه. شوف يعني تخيل منين يدير لك انت مثلا لافيش الكبيره نتاع فيلم بورنوغرافي، وكيوري فيه فتيات مغربيات ومعهم الباسبور المغربي. ان تنصروا الله ينصر. لا اله الا الله. بطلاته مجموعة من ممارسات الدعارة المغربيات المقيمات بهولندا، اشتغلن كممثلات، لكن العنوان الذي اختاره ليستفز أمة رسول الله، قلنا مغربيات ما شافهم حد فيلم، شافوا غير هولندي. تعرفوا الفيلم والعنوان دياله واسمه هو؟ اسمعوا يا الأمة اللي ما تغيرش عن المنكر، شوفوا الأمة التي ترضى أن ينتهك عرض بنت من بناتها، كيف تنتهك أعراض أمة بأكملها من قبل الساقطين. تعرفوا اسمه العنوان؟ اسمعوا العنوان. ها، اختار له عنوان بورنو 100% حلال. فهمتوا؟ الجنس 100% حلال، تاع مسلمات. شتو العنوان؟ شتو الاستفزاز تاع أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بما أن الزنا ترتكبه مغربيات مسلمات والباسبور تاع فين؟ تنصر الله ينصركم، فقد أسلم الزنا، أسلمة الفواحش. بورنو 100% حلال، استفزاز لأمة نبينا كلها. لا تعليق، هذه غير نتيجة. أما الحدث الثاني فقد وقع في بلادنا في عاصمة يوسف بن تاشفين مراكش. كلود طوما هذا مستثمر مغربي تفتقت عبقريته، وهو فرنسي مقيم بمدينة مراكش، تفتقت عبقريته بأن يفتتح كباري. كباري، تعرف اسم الكباري؟ يسر بالخمر واسمه فيه
هاك وتعال. خمر والزينة فواحش، هذا هو اللي يقوله الكباري. أن يفتتح كباري اختار له اسم كباري حلال. قبيلات بورنو حلال 100%، والآن كباري حلال. يا سيدي واه، ما يا سيدي واه، فر وزارة الأوقاف، فر العلماء، فر المجلس العلمي الأعلى. هذه هذه تسكت عليها، هذه نوض عليها، هذه هذه كباري حلال. ها خليني كباري حلال، ما قلنا أحد. شوفوا اسمعوا إليه ماذا يقول في الصحافة، شوفوا الجرأة على الأمة. أنا غادي نكتب لكم غير بعض المقتطفات، ما بغيتش نقول كل شيء لأن ماشي هذا هو الغرض. يعلن في ندوة صحفية صاحب المشروع بأن الكباري الذي افتتحه بمدينة مراكش يوم 8 ماي 2008 يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية. اسمع هذا رأي يعلن، هذا ما بقاش غير كباري حلال دارها في الورقة، لا هذا رأي يصرح للصحفيين. اسمع سيدي، اسمع الأمة فرها، اسمع الأمة فرها، أعطي قلبك. اسمع يقول، والله ما بغيت نكتب هذاك الشيء، فالقبل بين الرجال والنساء قبل مشروعة، لأنني نهيت الفتيات أن يقبلن الفتيان في الفم، لأن الشريعة تحرم ذلك، سيقبل فقط في الوجنتين. هذا اشترى، يعني اللي عنده رايفتي، رايفتي بلي القبلة ما بين شاب وشابة مسلمين في الوجه ماشي شايتون، قال لك هذه حلالات. ورا من العلماء يردوا عليه، زعما يردوا على المفتي، هذا المفتي الملعون، هذا الملعون الذي ابتليت به الأمة، كيف تجرأ هؤلاء علينا حتى قال ذلك السرفات الذي فعل فعلته في مدننا، قال كنت أشتهي أن أتبول على حجاب امرأة حتى جئت إلى المغرب فتبولت على حجاب امرأة مسلمة. كاتبوها واسيتي. أما عن البس ما بغيتش نقول، أما عن الرقص ما بغيتش نقول، والعياذ بالله وصل إلى الحديث الصحيح، قال لك لما علمت أن الإسلام يحرم في الرقص أن تفتح الفتاة ذراعيها كالصليب، صليب، أردت أن يبقى الرقص يوافق الشريعة الإسلامية، فأمرتهن أن يرفعن أيديهن في شكل الدعاء، وأن الرجل إذا أراد أن يحمل الفتاة يحملها من بطنها لا من خصرها ليوافق الشريعة. ملعون. أنا أسائل هذه الحكومة، أنت يا حكومة ديال من؟ واسمو اهتمام ديالك؟ أسائل وزارة الأوقاف، أنا نقول لك واش أنت يا عندك شي غرض به الإسلام ولا لا؟ أنا أسائل هذا المجلس العلمي الأعلى الناعس، هذا الراقد، هالعلماء، هالدعاة، هذه الجماعات، هذه الحركات الإسلامية، أنا ما أعرفش، أنا واش نبقى غير ما أعرفش أنا قاعد. يقول الملعون في آخر، يقول الملعون طوما، أسأل الله تعالى، لا إله إلا الله، يقول الملعون هذه أول مرة أحصل فيها على أجسام غلظة صغيرة 14-15 مغربيات، هذه يا الله أول مرة أحصل فيها على أجساد غلظة بهذا المستوى من الجمال، أضطر إلى إخفائها، فأنا هنا أفتتح كباري على الطريقة الإسلامية لأنني أحترم دينكم أيها المغاربة. سمعت يا سيدي يقول هذا المغاربة، هذه احترم الدين ديالنا، هذا شي براسي شي. وددت أني ما سمعت هذا ولا قرأته، وددت لو كنت تحت التراب ونسيا منسيا، والله لودد المسلم أن يكون تحت التراب. أما الثالث، ثالثة الأثافي وثالثة الدواهي، ما
ما وقع يوم الاثنين 19 ماي في إطار ما يسمى بمهرجان موازين الذي كسر موازين الاعتقاد عند المغاربة وكسر موازين الأخلاق وموازين القيم وموازين الرجولة وموازين الفضيلة موازين الحق كسرها مهرجان موازين هذا المغاربة نظم في الرباط ما بين 16 و 24 وكشت بعض اللقطات حيث قام أحد أعضاء فرقة تسمى بفرقة المنحرفين شوف على السمية الفرقة تسمى فرقة المنحرفين انت يا منين مشيت نعم سيدي استدعيت فرقة تسمى فرقة المنحرفين ما فهمتش هذا شوف شوف فرقة المنحرفين غير السمية نجيبوا المنحرفين لبلادنا نعطيهم الأموال الناس كتموت وتعتصم وتدير إضرابات متاع الأمعاء الفارغة تطالب بحقها في أن تحصل على الرغيف الزيت زادت والقمح زاد ومعاناة وإحنا نجيب المنحرفين ندر عليهم من أموال الأمة والله إن هذا منكر والله لا تسألن عن ذلك أقسم بالله لا تسألن عن ذلك المتخوض في مال الله بغير حق له النار النار يا الله فرقة المنحرفين بحيث قام رئيس الفرقة بخلع ثيابه تحت وقع صدمات الموسيقى يخلع تلك الرقع على جسدي رقع رقع حتى صار كما ولدته أمه اسمع سيدي اسمع وهل اكتفى بخلع ثيابه قام عياذا بالله باستدبار المشاهدين بمؤخرته يرقص بها أستحي أن أقول ذلك على منبر رسول الله فإذا بكثير من الناس ينسحبون يا الله يا الله هكذا إذا ذهبت حرمة هذه الأمة فأصبح المنحرفون والفساق والفجار باسم الفن والمهرجانات باسم الغناء والرقصات باسم الحداثة باسم الدفاع عن حرية الإنسان أن يفعل ما يشاء بالنسبة أصبح والعياذ بالله يفعل في الأمة وفي عقائدها ومقدساتها وفضيلتها ودينها يفعلون الأعاجيب تحت مرأة وبسمع من الناس يصبح المغاربة كلهم عرضة للاستهزاء والسخرية قل لي بربك ماذا ينتظر من فرقة تحمل اسم المنحرفين أن تقدم لهذا الشعب المحروق في زمن يستعد فيه الطلبة لاجتياز الامتحانات في زمن ترتفع فيه الأسعار في زمن تكثر فيه ما يسمى بالاحتقانات النقابية إضرابات تشل مرافق الحياة كلها يتعرض السلم الاجتماعي لأول مرة بعد عقدين من الزمن إلى التهديد فرما بفرم هكذا يجابه هذا الأمر اسمعوا إلى الملعون حينما سئل لماذا فعلت ذلك اسمع حينما سألت الصحافة لماذا فعلت ذلك في بلد مسلم ومع جمهور مسلم قال أنا لا أعرف المغرب ولا أعرف أن هذا الأمر الفني غير مقبول فإنني ما فتئت أمارس هذا النوع من الفن في إسبانيا دون أن يثير أي رد فعل المغرب حصبني وزام أنا كيل غاولي عنده الحق ولا ما عنده عنده الحق حور هذه خدمته هذا عمل ديالو هو هذه عنده نشوة هذه عنده قمة الفن منين يوصل للنشوة يفعل ذلك قال أنا سامي أنا المغرب بحال أنا من غير طولي غادي ندير يعني أن اللقطات كلها معروفة
وأن الذين جاءوا بهذا وخاصة بتلك اللقطة بعنوانها أن أهم ما في هذه اللقطة هو هذا، فليس اللوم عليه، اللوم على من جاء به. إن كان لا يعرف فتلك مصيبة، وإن كان يعرف فالمصيبة أعظم. أما المدير، مدير المهرجان، اسمعوا اسمعوا، لما سئل لا حول ولا قوة إلا بالله. المدير حينما سئل عن هذه الممارسات لهذا الفنان المنحرف يقول إنه لا علم لي. معليش الخبر مدير يسبق الميمورية. إنه لا علم لي بهذا الخبر في القمر. هاشم انت ما عندك الخبر تاني مدير شكون؟ إنني لا علم لي بهذا الخبر. زيد والمشكلة سوء. وأستبعد أن يحدث ذلك. ما كيف؟ ويستبعد أن يحدث ذلك. الصحافة كل شيء تكلمت كل شيء تفرقع. هو راه يقول لهم لا حول، والآباء والحاضرين وكلهم استنكروا. سبحان الله. ثالثا، إن واقعة التعري هذه هو أمر مستقبح شرعا وقانونا وإنسانا وفطرة، حتى ولو وقع في مخور معزول، فكيف إذا وقع في الفضاء وفي مهرجان رسمي يسمى مهرجان موازين تصرف فيه أموال الأمة؟ هاش اللي بغيتوا نصحوا المهرجانات؟ ماشي معنا احنا من نتكلموا عن المهرجانات احنا متأخرين وما نبغيوش المهرجانات. تمنينا لو كيكون شي مهرجان تاع شي فن راقي يرتفع بمستوى الذوق الفني عند الأمة. إذا كان ذلك الفن يدفع الناس ليتذكروا الأعمال الصالحة، البناء، الجد، الإخلاص، محاربة الانحرافات، الرشوة، الظلم، الفسوق، الاستبداد، فهو نوع من التعبير يصل إلى كثير من الناس لا يصل إليهم الخطاب التقليدي تاعنا تاع صاحب الجوانب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا سكتت الحكومة عن المخرج الهولندي للفنان الهولندي الذي استغل المغربيات في بورنو 100% حلال، وسكتوا على كلود توما الذي أخرج إلى الوجود كبار حلال وقال ما قال للصحافة، فكيف يمكن أن يسكت وتسكت الحكومة، حكومة أمير المؤمنين دستورها الإسلام، كيف تسكت على هذه الجريمة؟ إن أقل من ذلك يحدث في دولة وحكومة تحترم نفسها تقدم استقالتها. إننا نطالب بالتحقيق في هذا الأمر الذي يمس ديننا وأعلى مقدساتنا ودستورنا، تحقيق والأخذ بيد من حديد على من كان السبب في إهانة مقدساتنا وأعرافنا. فلا يكون الخبز عندنا أقدس من ديننا. احنا عندنا الدين هو أقدس. هاينا الحكومة، أنا وزارة الثقافة، فرز وزارة الثقافة، وزارة الثقافة، احنا عندنا وزارة الثقافة جديدة، احنا وزير جديد. ماذا تقول وزيرة الثقافة؟ لا إله إلا. ماذا يقول العلماء؟ خجلني بعض تصريحات العلماء حينما سئل أنه أمر مستقبح، أمر شنيع، أمر ومن بعد مستقبح شنيع ومن بعد. ما كاينش رسالة لأمير المؤمنين، رسالة باسم المجلس العلمي الأعلى لأمير المؤمنين ليخبروه أن الدين في خطر، يمس الإسلام وهو حامي حمى الملة في هذا البلد.
أتريدون عياذا بالله أن يعذب الناس؟ أتريدون أن يسلط الله علينا نقمته من السماء؟ أتسكتون على هذه الجرائم التي يجاهر بها؟ كل أمة معافى إلا المجاهرين، لو فعلها في كبار لم يره إلا من حضر. كنا نغض الطرف كما نغض على كثير من، لكن أن يحدث بها شك وأن يصبح على لسان كل واحد، مصيب. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. في الخاتمة أقول بهذا الصمت، فإننا نعرض أنفسنا لخطر ماحق. إعلام لا تنتظر منها أن يتحدث عن هذا، إعلام تعلم بيور قد يجي يهضر لك على هذا الشيء، ما يهضرش بيور. شكون اللي باقي اللي يهضر؟ شكون باقي؟ العلماء ولا شفتوا العلماء والدعاة والخطابة والحركة؟ شنو غادي يبقى؟ الجبهة الأخيرة التي تدافع عن الأخلاق هي الجبهة الإسلامية، فإذا سقطت آخر القلاع التي يتحصن وتتحصن فيها الأمة ضد الانحراف وضد المنحرفين، فقرأ السلام على هذا البلد وصل عليه أربعة، كبر عليه أربعة. إذا رأت أمة الظالم فلم تقل له يا ظالم فقد تودع منها، صدق الحبيب. ولذلك على منبر رسول الله أنا أرفع الآن رسالة إلى أمير المؤمنين وأقول باسم مسجد الكوثر، إننا نستنكر بناء على دستورنا الذي ينص على إسلامية البلاد، ونستنكر بناء على أن الذي يسوس الدنيا بالدين هو أمير المؤمنين، وبناء على أن أمير المؤمنين هو حامي حمى الملة والدين وهو آخر حصن نلتجئ إليه حينما لا نجد حكومة تدافع عن ديننا، وبناء على أن الفضيلة والأخلاق هي قوام بناء المجتمع، فإن ذهبت الأخلاق ذهبت الأمة. بناء على المعطيات التاريخية للبلد الإسلامي، بناء على المعطيات الجغرافية التي تجعل بلدنا مستهدفا من قبل المفسدين، بناء على المعطيات السياسية التي تريد لما يسمى بالحداثوية المنفصلة عن الغير وعن الدين، بناء على ديننا الذي يأمرنا بالنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أبرق بالرسالة إلى أمير المؤمنين ليحرك من يقوم بمتابعة هذه القضية حينما يئسنا من أمثال هذه الحكومات حتى تشفى صدور الأمة. وأرجو أن تصل الرسالة إلى أمير المؤمنين، فأنا نائب أمير المؤمنين على منبر رسول الله. اللهم اغفر قلوبنا، آمين، واستر عيوبنا، آمين. اللهم يا رب طهر واقعنا من المعاصي، آمين، ومن الفواحش، آمين، ومن المنكرات، آمين. اللهم استر عوراتنا، وعامل روعاتنا، واقض عنا ديوننا، آمين. كما جمعتنا اليوم اجمعنا مع رسول الله، آمين. لا تعذب أحدا من أمة حبيبك، آمين. لا تميت أحدا من المسلمين حتى تتوب عليه، آمين. يا رب يا رب تب على من يريد الإساءة إلى ديننا عاجلة، آمين. وإن كنت ترى أنه لا توبة لهم فأسألك رب أن تقبضهم إليك أخذ عزيز مقتدر، من قبل أن تستفحل شرورهم وينتشر فسادهم. عليك بهم رب فإنهم لا يعجزونك، عليك بهم يا رب فإنهم لا يعجزونك. الذين يضيعون أموال الأمة في بلد يعيش فيه أبناء البلد في تقشف، في عدم وجود الضروريات لعيش كريم، أسألك رب أن تنتقم منهم، فإنا وعزتك وجلالك أبدا لن نسمح في أموال الأمة يعبث بها العرش. يا رب يا رب انصر
انصر اخواننا في فلسطين. امين. انصرهم في العراق. امين. انصرهم في كل مكان. امين. شدد شر الصهاينه الملاعين. امين. اهزم جند امريكا الطغاة الظالمين. امين. وسائر اعدائك اعداء الدين. امين. محمد السادس أره الحق حقا وارزق اتباعه. أره الباطل باطلا وارزق اجتنابه. وفقه يا رب للعمل الصالح. أمين. ووفقه يا رب لصالح العمل. أيده يا الله. أمين. بجملة من عبادك الذين يخافونك. أمين. ليعيدوا الاعتبار لدينك. أمين. ولكتابك ولسنة نبيك. أمين. لتصبغ بها جميع مجالات الحياة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صلوا على نبينا صلوات الله الرحيم على الحبيب النبي أمي الأمين وعلى سائر النبيين والمرسلين ورضي الله عن سائر من يعمل للدين إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأنت يا أخي الإسلام أقم الصلاة وأستصلحكم على هذه الفطرة.